عشرات العلماء المعتقلين والمحكومين بأحكام طويلة ظالمة، ومثلهم بالخارج ومن المسقطة جنسياتهم في البحرين وخارج البحرين، ضحايا التعسف والظلم الخليفي لا حدود له. لا أبالغ إذا قلت أن البحرين ربما أعظم دولة تضم علماء دين فضلاء وأجلاء في سجونها، 18 عالم دين في البحرين هذه الأيام، رقم كبير نسبة إلى عدد السكان. وفي بداية الأحداث كلكم يتذكر أن المعتقلين من العلماء تجاوز 70 عالما. 4، مجموع أحكام العلماء 16 وليس 18، لأن هناك عالمان لم يحكما بعد، هما سماحة الشيخ علي سلمان والشيخ محمد خليل النيسر. 16 عالم دين يقضون ما يقارب 400 سنة مجموع الأحكام. 5 أمناء عامون، 4 منهم لأكبر 4 قوى سياسية موجودة في البلاد. آية الله الشيخ عبد الجليل المقداد، رئيس تيار الوفاء الإسلامي، العلامة المحفوظ، أمين عام جمعية العمل الإسلامي، سماحة الشيخ حسن مشيمع، أمين عام حركة الحريات والحقوق حق، وسماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وسماحة الشيخ محمد حبيب المقداد أمين عام جمعية الزهراء لرعاية الأيتام. نعم، لا يوجد مثل هذا العدد من العلماء المعتقلين في أي دولة من العالم. أيها الأخوة الأعزاء، الآية الكريمة التي صدرنا بها حديثنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدافع عن هؤلاء العلماء، ولا يحتاج أن نأتي نحن لكي ندافع، لكن الله سبحانه وتعالى ترك الأمر للمؤمنين لكي يسجلوا أسماءهم في سجل الشرف، في سجل الجهاد، في سجل العمل الصالح، حتى نتشرف جميعا بأن نكون ممن ينتصر الله سبحانه وتعالى بهم لدينه، ولا يستبدل بنا غيرنا إن شاء الله، ليجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سئلت بالأمس في قناة العالم، لماذا يستهدف العلماء في البحرين ومن قبل آل سعود؟ العلماء يستهدفون لأنهم قادة، العلماء يستهدفون لأنهم سادة، العلماء يستهدفون لأنهم ضمير الأمة ومقياس عزة الأمة وكرامتها، ولأن العلماء هم المدافعون عن الأمة ضد الطغاة والظلمة على طول التاريخ. ولولا ذلك لما فكر الطغاة في أن يواجهوا العلماء، وهم يعلمون ماذا تنطوي عليه هذه المواجهة. أيها العلماء الأجلاء، أيها الأخوة الأفاضل، أيها المجاهدون المؤمنون، نحن لسنا ضحايا ظلم واستبداد حكومات تسلطية تنتهك حقوقنا جميعا وبكل صلافة فحسب، بل نحن ضحايا الاستكبار والاستبداد العالمي، وضحايا الاستعمار الجاهلي القديم الجديد،
وضحايا المصالح الاقتصادية الأنانية لدول ديمقراطية غربية تساند وتقوي وتمكن هذه الحكومات المستبدة على شعوبها من أجل الحفاظ على مصالحهم وعلاقاتهم مع هذه الأنظمة القبلية العشائرية المتخلفة، أنظمة عشائرية سخية في شراء صمت الحكومات الغربية وأدواتها الإعلامية مقابل العقود والاستثمارات وصفقات السلاح الرهيبة. جاء الوقت لنقف جميعا مع دول الممانعة، مع طلاب العدالة والتحرر والاستقلال، لنقول وبأعلى أصواتنا: كفى صمتا ونفاقا ندفع ثمنه من دمائنا وثرواتنا وكرامتنا وعزتنا ونواميسنا. نقول للمستبدين: أيها المستبدون، أيها المستعمرون، لا تبنوا مصالحكم ورفاهيتكم على حساب بؤس شعوبنا وعزتنا وكرامتنا وعلمائنا وشرفنا وحرائرنا وأحرارنا وإسلامنا. علماؤنا أغلى من نفطكم وثرواتكم، حرائرنا أغلى من كل دنياكم وتقنياتكم وتقدمكم، شبابنا أهم من كل ما تمنون به شعوبنا وتخدعون به. المارد انطلق من قمقمه يوم انطلقت شرارة الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الراحل الخميني العظيم قدس سره. قدست روحه الطاهرة، ولن يستطيع أحد منكم إيقافه مهما كانت أسلحتكم فتاكة. فنحن لدينا سلاح الإيمان، ولدينا سلاح الله أكبر، ولدينا سلاح هيهات من الذلة، ولدينا الأمل الموعود الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. شكرا لكم أيها الإخوة الأعزاء، العلماء الأفاضل الأجلاء والمجاهدون المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.